خرجوا لي الفيديو ديالي مسويني. العقل تستغربوا هذا معنا ما نعملوا واش تفحل النشاط شبر على الفال ديال العائله وشي كاين ضحكيش سواء عفوا تيقول لا لا كيبقاو تما قاصرين ما نبغيوها لهم شي صراحه. وانا كنطالب هذا اللي ينشر هذا الفيديو راه يتحقق حتى هو يوقف المعاد من حقكم الفيديو ديال بنت طنجه المشمئز. اليوم غادي نسمعوا التسجيل الصوتي ديال هذه البنت ونشوفوا عاوتاني خروج امها تيقول لك ولادنا ماشي ديال هذا الشيء. زاكستر صافي قلت الله يسترها وقع هذاك المنظر صافي ماشي مشكل الله يعوضني بحسن والله يسامح عليهم. انا كنت يعني صافي هذا هو انا هي الفكر ديالي ما نكذبش على الله يا هذيك وشويه خرجوا لي الفيديو ديالي مسويني وكل واحد جالس كينشر في الفيديو زعما راه كديروا شي معجزه ما كاينش واحد اللي يهضر في الموضوع بلا ما ينشر الفيديو بلا ما يصور بلا ما يحط ضروري تحطوا تستفجي ضروري ضروري وما هذيك الليله عشتها ومازال باغي تدوز تعدي حياتي كامله علاش صافي اللي بغى يهضر على الموضوع على الاقل يحيد الفيديو ويهضر على الموضوع عادي. هنا النص تيقول على انكم ما طلعش داك الفيديو كاع ما كنتي تاخدي حقك. وعاوتاني شفت واحد الكومونتير جاني غريب قال لي واحد سيري الله يغبر لك شقف المغرب كامل تعاطف وفي الاخير كتلوم الناس في بلاصه ما تلوم اللي نقز سيدي واحد قال لي هي اصلا مولفه كتعرف في الزنقه مع الدراري وبغات اللي يستر راسها باش يسترها الله والبشر. دابا غادي ندوزو للامهات. انا كنت في الدار ما عليا ما بيا اش غنقول لك انا ما عرفت حتى شي حاجه حتى جاو بوليس مين جاو بوليس عندي شبروا العيال في المدينه مين جاو عيطوا لي قالوا لي ولدك راه مشبر في الكوماساري ديال السونتر انا جي عندنا جبرتو الحمله ملي مشيت ما جبرتش الحمله داوك العول اللي كيبيعوا ويشريوا بداو خارجين ديالي واحد العيال واحد السيده بقاو تما ملي قلت للبوليس شنو كيعملوا هادو تما قالوا لي هادو راه يتعق وصافي ولي قضى الله وهذا حنا ما صيفطناهمش ملي قضى الله وهذا ولي عمل سيدنا الله ينصره هادشي اللي كنطالب منه. وصافي انت ضربك شنو كتشوف ابنك باقي عنده 13 عام هو مشبر ما نكذبش عليك التشويت كنت ملي قالوا لي ستينات التشويت بزاف فهمتي الكبده ديالو التشويت ما عندي ما نعمل يقضى الله وهذا شنو نعمل عندي ما نعمل. وقبل من هذه الواقعه ما جاش يعاود لكم قال لكم شنو وقع معاهم في البلايا ما كنتوش سقتوا في الضربات لا ما سقنا لا خبر لا حتى شي حاجه حتى هذه العائله مرفوعه هذه العائله ما عملت شكايه ما عملت حتى شي حاجه ما عندها نمره التليفون عند البوليس ما والو الناس شبروها نشروها دابا هاد الناس اللي شروها حنا كنطالبوا حتى حنا كنطالبوا الحق ديال وليداتنا يعني هاد السيده هذه اللي نشراتهم ولا هاتيت هو يطالب يوقف معاهم انت صافي ملي مشيت عند البوليس قالوا لي البوليس راه هاد السيده راه ما تشكات ما حتى شي حاجه الناس نشروها صافي عملوا لها انتشار نشرت انت هنا كتشوف العيال باقيين قصيران العيال باقيين صغارين ما كيعرفوش عقل الصهر صافي داكشي ما عطاهم كانوا كيلعبوا صافي شافوها هيداك عريانه مشاو علوا الفالده ما فهموا العود حتى شي حاجه صافي لا قد الله واحد انا هادشي راه يكون عنده العواقب ديالو كبار ما ضمنوش العيال عايشين في الكوماساريه والله كيلعبوا ولا وما ضمنوش عايشين في الكوماساريه وعيط كرفسوا هيدا والعيال باقيين صغارين وعيشبروهم شتي وهذا الفيديو هذا من شهر 8 سمعتي من شهر 8 عاد تنشر قاصرين ما نبغيوها لهم صراحه خالتي ديالي تينا واقيله تينا اول واحد شبر هو ابنك كل وحده تقول لهم ما تبغيهاش اليوم قال لك تا هما خصنا حقهم ديال هادشي غادي صحفيه يا توره مع صحيفه الكترونيه وتتقول هاد الهضره هادي تخيل يكون داروها لك انت وما صوروك مثلا ما كانش داك الفيديو انهم صوروك وجدوك مثلا دوك براج بقاو تيديروا لك داك الشيء وبغيتي ديكلاري وما لقيتي لا سميه داك الاطفال اللي داروا داك البلان لا حتى شي حاجه بمن غادي ديكلاري وشكون ياخذ لك حقك اش هاد المنطق فين قاريه انا دي فين في قاريه اصدقاء هادي بغيت نعرف اول واحد تبر هو ابني ايوا وصافي ديك الساعه عيطوا لي مشيت لكم السنه جبرت ابني مشبر فهمتي ما عرفت لا على من ولا على حتى شي حاجه انا قلت كما قلت لك الاول هو اللي كاين تا قالوا لي غدا في الصباح ملي مشيت بيت في باب الكوماساريه بيت مع في داخل وانا على برا ملي مشيت لغدا قعد طلعوني كتبت الدوسي قالوا لي جبت حاله مدنيه ملي كتبت الدوسي عاد كبينوا لي بان مبني يعني بينوا لي في الفيديو ما ان مبني على شي عائله في البلايا صافي قلت ما عندي بقيت كنبكي وعيطت لربي الحبيب هو اللي تقبل منا والعيال باقيين صغارين والعاق والصور كان عامل قبل من هذا الفيديو هذا واش زعما واش فايت زعما كيتملغ بهذه الطريقه هذه ولا خاصك راسو لا تقرب لا عمره ما عمل هادشي هذا عمره ما جا عندي شي واحد على هادشي هذا ولا حتى شي حاجه تكالك به ولا شي عمره ما تكالي شي واحد به وعنده فرنسا وصحابه يعني كيجيو كيتهلاو فيه كيخرجوا معاه كيديهم لابيسي فهمتي عنده صحابه والكليان ديالو راهم على برا هادشي اللي قدر الله زعما انا ما ديالو فين شنو كيعمل كيبيع نوار ما تقراش لا ايوا صافي وهاد العائله هادي ما عرفناهاش انت جبت لك قلتي كيبيع نور شنو كيكون كيف بلاي كيبيع الورد في يدو هذا هو الله عرفتو اذا عرفتو كان في بلاي كنشوف واحد عايز في يدو ياسر سمي ياسر لا مرحبا ايوا صافي اللي قضى الله وهذا اش غنعملوا الله يسر سيدنا تي ما كنطلبوا لا حول ولا انا دابا تالنت والله علمتني والعلا قصار باش نتفاهموا اخالتي حنا كاملين كنا اطفال كنا صغار عقل ديال الصغار ولكن عمرنا في حياتنا قربنا لشي بنت
ولا درنا ليها بحال هكا غادي سميتو قلة التربية. ملي ما قادرينش على واحد المخلوق تربيوه ويكون مربي ما تولدوش، علاش تولدو غير باش تولدو؟ لماذا؟ ها هو دابا معايا بيع لا نوار لا والو، يدخل على الخاوي. شوف واجب التليفون، قلت له شكون معايا؟ قال لي معاك البوليس، اجي لصحة الأمم هنايا ولدك. وانا زيد صحاب لي نديه معايا، ملي جيت قال لي جلس جيب الحاله مدنيه وجيب لاكارت ونسى التليفون، وبقيت هيداك جالسه. ايوا صافي حتى طلعوه وعمروا الميل، قال لي طبع، قلت له على من غنطبع؟ قال لي طبع باش حتى مع ولدك، راه تعدوا على شي البنت. قلت له انا ولدي عمري ما تعدى على شي واحد مسكين درويش، غير كيعاونني وصافي. شنو كان كيعمل واخا؟ كيبيع التقاشر تاو بلايانيت. بلايانيت ماشي كيقرا؟ لا، خرج من القرايه ودخلته في التكوين المهني. عندي مسجل في التكوين المهني. الله يرسل سيرنا. والله شفتي هذيك الفيديو اخالتي؟ ما شفتش، انا ما شفتش. كنتو كيصوني عليا، سمحني الله تعالى يعمل طول. اليوم شنو عملوا معاهم في المحكمه؟ اليوم شنو كيعملوا تما دابا؟ شنو قالوا لكم من دار؟ شنو قالوا لكم؟ قال لي المحامي، قلت له المحامي، او المحامي مع داز عن قاعد وكيل مالك داز عن قضيه التحقيق. قال لي يعني ما نقدروش نعرفوا واش غيخرج، واش يعتقل، واش غيخرج، ما عرفنا حتى شي حاجه. ما باقي ما بان حتى شي حاجه. وديك السيده هذيك قالوا لنا اجي باش يعني باش تعطيكم سند. وديك السيده ماشي من هنايا، هي ما نشرت، ما عملت حتى شي حاجه. يعني هذا ما عرفتش شكون هي، ما عرفناش حتى شكون هي اصلا. هي ديك العائله ما عندي ما نقول لك، ما بلادنا الله يهديهم وصافي. ديك العائله براءه، ما عملت ما تشكات ما حتى شي حاجه. دابا هو كاين مالك قالنا جيبوا التنازل باش تخرجوا وليداتكم من السيت. كيفاش غتوصلوا لنا وهي ما معروفاش اصلا واش من طنجه ولا ماشي من طنجه ولا فين هي ولا حتى كيفاش غتوصلوا؟ وهذاك الشيء اللي كاين اختي ما عرفناش واش يعني فهمتي. قلنا غنمشيو باللي نفتشوا في المطافي كيكونوا وداك الشيء، ولا جبرناها وانا الفيديو عندي وداك الشيء. ما يعني اللي قدر الله هذا يعني ما جبرناهاش. شنو شنو كطلبوا الناس اللي كيتفرجوا فيكم اللي تبعوا قضيه من الاول حتى الاخر؟ شنو تبغوا؟ شي طالبوا شي طالب يعني كنطلبوا ربي نحبي عدلان ونفرج عليهم العول باقيين صغارين، حنا ما صيفطناهم شي. وكانوا بحال قلتي داخلين سوق راسهم العقل دو الصغر. وهذا معنا ما نعملوا واش جاتو فحال النشاط شبر على الفال ديال العائله ومشى كيمدح كيشطح. يعني انت لا شفتي الفيديو كيفاش عامل عائله باقي صغير. اللي قد الله وهذا شحال عندنا معنا ما نعملوا عندنا ما نعملوا. امين 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 ماشي سهل صراحه. امين امين كندعو الله هذا اللي نشرهم، كندعوهم تدي الله هذا اللي نشر الفيديو. وما هي اول صغار وعقل ديال الصغار هذا كانوا يجي يلعبوا والنشاط راهو لي يشوفوا ليها قصدي بتا مسكين يشوفوا ليها قصدي حتى هي معريه وبين داك الحاج ديال الدراري. ودابا هذا الشيء اصدقاء تيجيني غريب على ان امهات يخرجوا ويقولوا على ان ولادهم ما يستحقوش العقاب. اي واحد في داك الفيديو دار خاصو يتعاقب، والا اي واحد يقدر يجي يتهاجم عليك بسبب الباس ديالك. ما عجبوش الباس كيقدر يجي يدير لك شي حاجه. دونك العقاب خاصو يكون الاولاد خاصهم يتربوا، ولا ما مربينش غادي يمشيو للاصلاحيه يتربوا شي شويه ويخرجوا ويكونوا عبره لاي واحد يقدر يدير هكا. سواء بنت لابسه هكا ولا ما لابساش هكاك، حنا ماشي سوقنا فيها. كشي شي بقى حريه شخصيه، ما قالكش القانون الا شفتي شي واحد لابس معري ولا شفتي شي وحده لابسه معريه سير شحطها. كل تيدافع راسو شي اللي خاصو يكون. القانون كاين، انا ما جالسينش في غابه سيبا. ونقطة واحدة أخرى عاوتاني بغيت نشير ليها، تيقولوا لأن هذاك اللي صور الفيديو هو اللي تيستحق العقاب. الله يرد بينا، وهادشي هذا ولا شي خلعة أصدقاء باش تعرفوا هادشي اللي كاين. تشاومي كون تلقى في فيديو جديد. باي باي.